بتفويض من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. يسرني أن أعلم باسمي وباسم جهاز المنشآت النفطية عن استلام مهامنا، وهي تأمين المنشآت النفطية المتمثلة في الحقول والمواني والمصانع التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والجهات المتعاقدة معها، حيث أن جهاز حرس المنشآت النفطية هو جهاز تابع للدولة، وبحكم قانون تأسيسه فهو يتبع المؤسسة الوطنية للنفط، وبالتالي فإن هذا الجهاز لا علاقة له بالتجذبات والصراعات السياسية، وليس له أي مهام قتالية، وإنما ينحصر واجبه في التأمين وتسهيل عمليات المؤسسة الوطنية للنفط. وأن النفط هو قوت وملك لكل الليبيين ومورد سيادي للدولة، ومن واجبنا الوطني جميعا حمايته وحفظه ومنع العبث به. كما يطمن الجهاز حرس المنشآت النفطية الشركات العاملة مع المؤسسة الوطنية للنفط والمتعاقدة معها وجميع شركائنا باستمرار عمليات الإنتاج والتصدير بدون أي انقطاع، حيث إن الجهاز سيعمل وفق القانون وتحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ونسأل الله أن يوفقنا في مهامنا المكلفين بها، وأن يحفظ بلادنا من كل شر، والسلام عليكم ورحمة الله. كما لا يفوت علينا أن نعيز إلى جميع الفروع التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية، وهي 6 فروع التابعة لإدارته متمركزة في مدينة طرابلس، على جميعهم الالتزام بمواقعهم والحفاظ على مهامهم وتنفيذ مهامهم دون أقصاء أي شخص أو إبعاد أي شخص من مهامه اللي كان فيها. وبالتالي النفط بعيد على هذه التجاذبات وليس له علاقة بهذا الاقتتال. والسلام عليكم.